أهلا بكم في حلقة جديدة من 10 داونينج ستريت، ونبدأ بالأوضاع الاقتصادية في بريطانيا والتي تدخل منعطفا لم يكن منتظرا. تم إخلاء أكثر من 150 مدرسة في بريطانيا لأنها ببساطة تتصدع، وذلك مثلما تتصدع خرسانة البلاد. والفقر يزداد حتى بعدما قيل إن الركود لن يأتي، لأن التضخم يأكل الأجور ولأن القروض تلتهم المساكن. لماذا كلما خرجت بريطانيا من حفرة وقعت في أخرى؟ وهل ينجو المحافظون بسلطتهم إذا جرت الانتخابات في أي وقت؟ وهل تنجو البلاد من أثار ما تركوا لها من إرث الفشل؟ التخبط هو عنوان الحياة هنا في بريطانيا العظمى، ومن أزمة إلى أخرى لا يجد البريطانيون من تخبط سلطتهم مخرجاً. البعض منهم ينتظر الانتخابات المقبلة لينتخب بديلاً، والبعض الآخر قطع حبال الأمل على بلد أغلق على نفسه الأبواب، فلما غرق بمأزق صار يبحث عن منقذ. عشم المحافظين في الفوز بالانتخابات مثل العشم في عودة الروح لجثة هامدة، ولكنهم يراهنون على أن الاقتصاد سوف يتحسن. ولكن عندما يأتي موعد الانتخابات وأن الناس سوف تنسى ما تمر به من أوجاع خياراتهم الخاطئة، ولكن حالهم مثل حال المقامر الذي كلما خسر رهاناً ضاعف الرهان لتزداد الخسارة. لم ينجو التخبط من ارتفاع معدلات التضخم حتى بدأت جدران المدارس تتفكك، ولم ينجو الاقتصاد من الركود حتى زادت معدلات الفقر وصار ثلث السكان عاجزين عن تدبر احتياجاتهم الأساسية. يوم كانت السلطنة العثمانية تدعى رجل أوروبا المريض، فإنها وجدت من يرثها. ومشكلة بريطانيا هي أنها يوم صارت رجل أوروبا العليل لا تجد من يرثها، لأنه سوف يرث ديوناً وعجزاً في الميزانية وتراجعاً لقيمة الأجور، ومدارس لا تجد من يصلح جدرانها، المستشفيات أخرى مهددة بالانهيار. مؤسسة ريزولوشن فاونديشن البحثية قالت في بيان صادم الأسبوع الماضي إن الأسر الأكثر ضعفاً ستشهد مزيداً من الانخفاض في الدخل بسبب ارتفاع الضرائب ونهاية مساعدات تكلفة المعيشة وارتفاع كلفة السكن أيضاً. وليست جدران مئات المدارس فقط هي التي تتآكل، فهناك مئات المباني من المستشفيات والمحاكم باتت مهددة هي الأخرى بالانهيار، لأنها مبنية بخرسانة من نوعية محددة يقول الخبراء إنها تفقد صلابتها بمرور الوقت. وحزب المحافظين الذي فقد صلابته بمرور الوقت أيضاً ينتظر انهيار السقف على رأس حكومته، ولكنه لا زال يقامر، وكلما مر يوم كلما سقط جدار آخر. حتى إذا جاء موعد الانتخابات فإنه سيترك البلاد خراباً ويدعو آخر الباقين فيها إلى أن يطفئ النور على تاريخ حزب المحافظين. نجدد لكم التحية ونرحب بضيوفنا الكرام. ينضم إلينا من لندن سيد مايكل بينيون، صحفي ومحرر الشؤون الخارجية في صحيفة التايمز البريطانية، ومعنا من لندن أيضا سيد عمر إسماعيل، نائب رئيس حزب العمال عن دائرة هيرتفوردشاير.
ومعنا دكتور نهاد إسماعيل، أستاذ العلوم السياسية والاقتصادية. أهلاً ومرحباً بكم على شاشة القاهرة الإخبارية. أبدأ معك سيد مايكل بينيون. نتحدث عن مدارس مهددة بالانهيار بسبب المواد المستخدمة في البناء، والحديث هنا عن أكثر من 150 مدرسة، ما يعني مستقبل ومصير الآلاف من التلاميذ والأطفال. كذلك تحذيرات صدرت عن مباني مستشفيات مهددة هي الأخرى بالانهيار، ولنفس السبب الحديث هنا عن المرضى. هناك تقارير أخرى تتحدث عن أبنية محاكم. سيد مايكل، هل نتحدث عن فشل حكومي اليوم في إدارة مفاصل الدولة، وخاصة المفاصل الخدمية التي لها علاقة مباشرة أو بشكل مباشر بحياة الناس وأرواحهم؟ إنه فشل كبير جداً. إنه فشل لا شك فيه، ولكن لست متأكداً ما إذا كان هذا هو فشل لهذه الحكومة، بل هو فشل لحكومات متعاقبة خلال 15-20 سنة الماضية، حيث تم تحذيرهم من الأدوات المستخدمة والإسمنت المستخدم في صناعة هذه المباني، وتم تحذير الحكومات بأن العمر الافتراضي لهذا الإسمنت ليس طويلاً، وتم تحذير هذه الحكومات المتعاقبة. ولكن عندما رأينا بأن هناك تشققات في بعض أسقف المدارس، ثم انهارت سقف إحدى المدارس وتم إبلاغ الحكومة عندها، أدركنا حجم المشكلة، إن هناك مشكلة كبيرة، حيث يتوجب علينا تغيير الكثير من المباني. ليست فشل حكومة هذه الفشل لهذه الحكومة فقط، بل هو فشل لحكومات متعاقبة خلال 20 سنة الماضية. إذن نتحدث عن فشل لحكومات متعاقبة على مدى السنين الماضية. سيد عمر، قد تتفق معي على وجود فشل في الإدارة، لكن من يتحمل مسؤولية الفشل؟ هل كما طرح سيد مايكل بينيون، هل تتفق مع وجهة نظره؟ وهل هذا الفشل يتحمله حزب المحافظين الحاكم فقط؟ لأنه من المفارقات أن ثلاثة أرباع هذه المدارس، نتحدث عن أكثر من 109 مدرسة، تقع ضمن الدوائر الانتخابية لحزب المحافظين، وهنا أقصد المدارس المتضررة. لماذا هذا التردي يا سيدي، والتراجع بالخدمات والقطاع الخدمي إجمالا؟ دعيني قبل أن أجاوب على سؤالك مباشرة أشير إلى أن حكومة العمال الأخيرة في انتخابات 2010، عندما خسر حزب العمال انتخابات 2010، كان هناك خطة وضعها حزب العمال، حكومة العمال، لبناء وتجديد مدارس على مستوى المملكة البريطانية. وعندما جاءت حكومة المحافظين في انتخابات 2010 لغت هذا البرنامج تماما. فشل الحكومة البريطانية، الآن العودة إلى سؤال حضرتك، فشل الحكومة البريطانية وفشل حكومة المحافظين من 2010 إلى الآن، هو السبب الرئيسي له هو محاولة ضغط المصاريف الحكومية، اثرت تأثير مباشر على البنية المحلية، البنية التحتية. نرى في المثال الذي حضرتك طرحتيه، المدارس، المباني الحكومية، المستشفيات، كذلك مواقف السيارات. نعم سيد عمر، ولكن السؤال هنا، كيف يمكن أن نقوم ببناء مدرسة من الممكن أن تكون مهددة بالانهيار في وقت من الأوقات أو في المستقبل القريب مثلا؟ دعني أطرح هذا السؤال على دكتور نهاد إسماعيل وأجدد له التحية. أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية دكتور نهاد. تبعت معنا بالتأكيد طرح الضيوف في موضوع المدارس والمستشفيات. هل هناك خلل في عقلية الإدارة هنا في بريطانيا؟ وكيف يمكن بناء مدرسة بالفعل من الممكن أن تكون مهددة بالانهيار؟ هذا الأمر من الممكن أن نقرأ عنه يا سيدي في دولة فقيرة مثلا أو متوسطة، ولكن كيف يمكن تفسير ذلك في دولة مثل بريطانيا تمتلك كل هذه الإمكانيات المادية الكبيرة وقادرة على تأمين أموال كافية لقطاعات حساسة مثل التعليم والصحة؟ وإذا انهار التعليم والصحة، ماذا سيبقى في بريطانيا دكتور نهاد؟ نعم، تحياتي لك. هذا سؤال مهم جدا. التقديرات والدراسات تشير
أن التكلفة لإعادة تأهيل وبناء المدارس والمستشفيات والبنايات المعرضة للخطر حوالي 7 مليار استرليني، الحكومة وافقت على تخصيص 3.1 مليار، أي أقل من النصف. هناك ما يسمى قانون سلامة البناء 2022، وهناك معايير يجب التقيد بها. لذلك هناك حاجة لإعادة النظر في هذه القوانين، وكذلك قوانين الحكومات المحلية التي تخطط وتمنح الرخص للبناء. لذلك نريد معايير قوية بحيث أن كل بناية تخضع للتفتيش والفحص من قبل مؤهلين ومن قبل مختصين في هذا المجال. يبدو أن هناك إهمال، هناك عدم أخذ المسؤولية بطريقة جدية. لذلك العتب يقع على الحكومة الحالية التي تسيطر على الوضع، والحكومة المحافظين تحكم بريطانيا لمدة 13 عام. لذلك المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة بغض النظر عمن يجلس في 10 داونينج ستريت، سواء كان بوريس جونسون أو ديفيد كاميرون والآن ريشي سوناك. عليهم تحمل المسؤولية وإعادة دراسة كل البنايات والتأكد أنها سليمة وصالحة للاستخدام لسنوات طويلة. اكتشف أن مد الخرسانة الخلوية التي هي عبارة عن كونكريت أو إسمنت وفي داخله ثغرات معينة لأسباب معينة، أنها لا تصلح للسنوات طويلة محدودة العمر. لذلك هذا يجب إعادة النظر فيه. ونحن نتحدث هنا عن مدارس ومستشفيات وأيضا محاكم ومرافق عامة وغيرها. بالفعل. لذلك البنية التحتية البريطانية بحاجة إلى إعادة تأهيل وعدم الاعتماد على حكومة واحدة أو على وزير معين، بل أخذ بعد نظر طويل لهذه العملية. قد تستغرق 20 أو 30 عاما لحل كل المشاكل، ولكن الأزمات بالفعل تحتاج تتدام لسنين طويلة، وخاصة بأن الأزمات في الفترة الأخيرة تتراكم على حزب المحافظين. أتحول سيد مايكل بينيان. سيد مايكل، استمعت لطرح الدكتور نهاد وهو يتحدث هنا عن حالة من حالات الإهمال، ولو استعرضنا ردود الحكومية على موضوع المدارس غير ذلك من الأزمات أيضا مطروحة وموجودة على الطاولة التي تمر بها البلاد، لرأينا أن أغلب الردود عامة سيد مايكل وتتحدث عن خطط إصلاح لهذه الأزمات. ولكن لماذا يتم الحديث عن خطط الإصلاح في وقت تتراكم فيه كل هذه الأزمات والأخطاء تلو الأخطاء؟ وهل ينفع من وجهة نظرك الإصلاح مع بقاء الأخطاء قائمة؟ بماذا تفيد أو بماذا تفيد مثل هذه الخطط التي تتحدث عن الإصلاح؟ نعم، ضيفك الآخر كان مصيبا. معظم هذه القرارات تم اتخاذها من الحكومات المحلية، والحكومات المحلية هي المسؤولة عن الموافقة أو المجالس البلدية عن السماح لاستخدام هذا النوع من الإسمنت. وعندما تم بناء هذه المباني الجميع اعتقد بأن هذا الإسمنت مناسب، لم يعرفوا في تلك الفترة بأن هذا الإسمنت سوف يتحلل بعد 30 أو 40 سنة. وأيضا عندما تم تغطية بعض المباني بغطاء ليس مقاوما للحرائق، ورأينا ما حدث في حريق غرينفيل الشهير. إن هذا ليس مسؤولية الحكومة المركزية، ليس بإمكاننا تحميل الحكومة المركزية مسؤولية كل مبنى يتم ببنائه، لأن المجالس المحلية هي المسؤولة عن ذلك. ولكن بالتأكيد الحكومة هي المسؤولة المسؤولية العامة، بغض النظر عما إذا كانت هذه الحكومة هي من حزب العمال أو المحافظين. لابد أن تتأكد الحكومة بأنها مسؤولة. وفي حقيقة الأمر ليس لدينا الأموال الكالفة لإصلاح جميع المباني في نفس الوقت، فبالتالي لابد أن يكون الأمر تدريجيا. سوف تكون تجربة قاسية جدا، الاقتصاد ليس في أفضل أحواله، وليست لدينا الأموال اللازمة
لحل المشكلة مباشرة. نحن بحاجة إلى حل مؤقت مبدئياً، إن المسألة ليست متعلقة بحزب المحافظين بل بتركيبة المجالس البلدية المحلية. طيب دعني أحاول سيد مايكل أن يعني عملية حصر لكافة الأزمات التي نتحدث عنها، لأننا يجب أن نلقي بالمسؤولية على عاتق الحكومة البريطانية. نحن نتحدث هنا عن أزمة تكلفة معيشة كما تعلم، لا يخفى عليك ذلك، ونتحدث أيضا عن مرافق خدمية مهددة بالانهيار، مستشفيات ومدارس ومحاكم. نتحدث أيضا عن مسألة تلوث المياه ولا يخفى عليك ذلك أيضا، وقضايا أخرى تتعلق بالتزام بريطانيا بتعهداتها فيما يتعلق بالبيئة والمناخ وتداعيات ذلك على العالم وليس فقط على بريطانيا. سيد مايكل، أيضا هناك اتهامات وانتقادات عديدة وجهت للحكومة البريطانية ولوزارة الداخلية البريطانية كما تعلم فيما يتعلق بالتعامل مع قضية الهجرة. في شأن آخر، المحكمة الألمانية قبل أيام يعني تحدثت بأن المملكة المتحدة لا تفي بالمعايير المطلوبة فيما يتعلق بالسجون البريطانية. انتقادات فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات. ماذا يحدث في بريطانيا سيد مايكل من وجهة نظرك؟ أنت مصيبة تماما. إن الذي قمت به هو أنك سردت جميع المشاكل والتحديات التي تواجه البلد والحكومة خلال السنتين أو ثلاث سنوات الماضية. ليس بإمكانك أن تقول بأن الحكومة هي المسؤولة عن جميع هذه المشاكل، ولكن على الحكومة أن تبحث عن حلول وأن تجد حلولا للتعامل مع هذه المشاكل. كما ذكرت هناك الكثير من المشاكل، كما ذكرت الاقتصاد ليس في أفضل حالاته جزئيا، هذا بسبب جائحة كورونا التي أثرت على جميع دول العالم، وأيضا مشكلة تلوث المياه مشكلة كبيرة جدا، وهذا ناتج أيضا بسبب تقاعس المجالس المحلية، وأيضا لحسن الحظ بأن الصحافة انتبهت لذلك، ولا بد من التأكد بأن الجهات المعنية تقوم بعملها، والكثير من الأشياء لا تعمل بشكل جيد في المملكة المتحدة. المملكة المتحدة ليست هي البلد الوحيد الذي يعاني من نقص في الأموال، ولكنه حان الوقت لحل هذه المعضلات والمشاكل. طيب سيد عمر، ما رأيك في إجابة سيد مايكل بينيان، وكيف تقيم طريقة الحكومة في معالجة الأزمات التي تحدثنا عنها، سواء الأزمات الاقتصادية أو حتى الأزمات الخدمية يعني؟ وهل تعتقد بأن الحكومة البريطانية تعتمد طريقة الهروب إلى الأمام؟ يعني هي محاصرة الآن بالأزمات من كل جانب، كيف يؤثر ذلك من وجهة نظرك على مستقبل هذه الحكومة ومستقبل هذا البلد ومستقبل حزب المحافظين؟ هذه الحكومة الآن يعني أصبحت في محب الريح من جميع المشاكل التي تتوالى عليها، سواء كان من خارج بريطانيا أو من داخلها. أشرت حضرتك في مداخلتك مع السيد الفاضل الصحفي البريطاني على السجون على سبيل المثال. نرى هروب سجين يعتبر إرهابي من سجن رئيسي في لندن. هذه فضيحة، يعني فضيحة بكل المعايير، أن يكون هذا الرجل الذي هو على رهن التحقيق ويستطيع الهروب من السجن يعتبر فشل كبير للحكومة البريطانية. وليس ذلك فقط سيد عمر، بل أن المحكمة الألمانية رفضت تسليم متهم ألباني لأن المملكة المتحدة وسجون المملكة المتحدة تعاني من الاكتظاظ ولا تفي بالمعايير المطلوبة بالنسبة للجانب الأوروبي. الحقوق معاملة حزب المحافظين وحكومة أو الحكومة البريطانية تحت حزب المحافظين أسقطت هذه البلاد تماماً من صفوف الدولة العظمى على جميع المجالات وعلى جميع المراحل، من خروجها من أوروبا إلى حقوق الإنسان إلى محاولة شحن، بمعنى أصح شحن مهاجرين إلى رواندا. لا تستطيع بريطانيا الآن أن تقف في المحافل الدولية وتدعي أنها تحمي حقوق الإنسان، ما هو إلا يعني كلاما ليس له محل من الإعراب في السياسة البريطانية الآن. موقف البريطانيا الآن يدعو بالنسبة لحزب المحافظين بالذات، لأن
التدهور الذي نراه الآن في السياسة البريطانية ما هو إلا نتيجة سياسات خاطئة لحزب المحافظين. الضيف الكريم البريطاني لم يشر إلى فشل الحزب المحافظين في انتخاب رئيسة وزراء صحيح تستطيع أن تقود البلاد بطريقة صحيحة. يعني مر عليها سنة منذ أن استقالت يوم الأمس. يعني الحسابات السياسية والحزبية الضيقة هي ما تتقدم عن المصلحة العامة. دكتور نهاد، ما رأيك في هذا الطرح؟ وإذا تحدثنا عن ملف البيئة أو عن الأزمات التي تحاصر الحكومة البريطانية، هل تعتقد بأن الحكومة من شأنها أن تنجح في معالجة كل هذه الأزمات، أم أن الأمر يحتاج إلى تغيير جذري في إدارة البلاد؟ نعم، الوضع الاقتصادي في بريطانيا لا يسمح بمعالجة كل المشاكل مرة واحدة. مثلا الاقتصاد البريطاني ينمو ببطء شديد، أسوأ نمو في 65 عام، أسوأ أداء في مجموعة السبعة، وأفقر دولة في أوروبا الآن لأسباب تطرق لها الأستاذ مايكل بينيون، وهي الخروج من الاتحاد الأوروبي مثلا، كان كارثة أيضا لبريطانيا. الآن 62% يفضلون الرجوع للاتحاد الأوروبي. ولكن دعنا نتوقف هنا دكتور نهاد، يعني هذا الطرح يدل وكأن الاتحاد الأوروبي هو من كان يدير بريطانيا. كان الاتحاد الأوروبي وفر سوق كبيرة لبريطانيا، حوالي نص تريليون استرليني حجم التبادل التجاري بين أوروبا وبريطانيا، هذا تقلص 15 إلى 20%. النمو الاقتصادي البريطاني يتراجع، تقلص حجم الاقتصاد أو الناتج الإجمالي المحلي 5.5 إلى 6% بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي. هذه أخطاء ارتكبتها بريطانيا، ولا علاقة بالكوفيد ولا علاقة بالحرب في أوكرانيا. يعني أزمة السجون هل بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ لا. أزمة تلوث المياه هل بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ انهيار المدارس يا سيدي، وانهيار المستشفيات، وهذه التهديدات، هذا فشل إداري، سوء إدارة. السجون البريطانية مهيئة لاستقبال 79 ألف إلى 80 ألف سجين، الآن يوجد فوق 87 ألف سجين. في العام الماضي، في 12 شهر الماضية، ارتفع عدد المساجين ب6 آلاف. في فترة من الفترات كان لكل سجين زنزانة واحدة، الآن سجينين اثنين يشاركون في نفس الزنزانة. إيرلندا وألمانيا ترفض تسليم المجرمين حسب اتفاقية تبادل المجرمين بسبب الظروف السيئة في المساجين، كما تطرقت لهذه النقطة قبل قليل. لذلك هناك أزمة، ولكن الحكومة تقول أنها خصصت 100 مليون استرليني لخلق 20 ألف مكان للمساجين الجدد، وأنها تكافح المخدرات وتكافح سرقات الموبايلات والعنف وحمل الأسلحة. دعني أقول شيئا، أن عدد المساجين الذين انتحروا في العام الماضي ارتفع 26%. عدد النساء في سجون النساء اللواتي حاولن الإيذاء الذاتي، أي جرح أو عمل شيء لأنفسهن، ارتفع 52%. المعنويات الذين يعملون في السجون من رجال أمن وشرطة والذين يقدمون خدمات هبطت كثيرا، وهناك استياء. لذلك المثل الذي ذكره الأستاذ عمر إسماعيل عن هروب هذا الإرهابي بهذه تلك السهولة هو نوع من الإهمال والفشل الإداري. لذلك هناك حاجة لإصلاح نظام السجون ونظام العدالة بشكل كبير. بريطانيا الآن هي رجل أوروبا المريض، إذا استمرت في هذه الحال ستكون رجل أوروبا المتوفي قبل أوانه. لذلك عليهم تدارك الأمر والإصلاح،
والتركيز على إعادة بناء الاقتصاد والبنية التحلية وحل المشاكل. دعني أشرك في عجالة سيد مايكل بنين وأختتم معه النقاش. سيد مايكل، كل هذه الأزمات التي نتحدث عنها هل شهدتها بريطانيا من قبل؟ وهل هذه الأزمات من شأنها أن تعجل بانهيار حزب المحافظين أم لا من فضلك؟ إنه من المرجح جدا بأن حزب المحافظين سوف يخسر الانتخابات في العام القادم عندما سوف تكون هناك انتخابات عامة. لقد كانوا على رأس السلطة ل13 عاما، وحقيقة بأن الكثير من المشاكل التي تم ذكرها نمت خلال السنوات الماضية. نحن لسنا البلد الوحيد الذي يعاني من هذه المشاكل. نحن نعرف بأن الوضع في فرنسا أسوأ بكثير، فلننظر إلى ما يحدث في الضواحي في فرنسا. بالتأكيد بريطانيا وضعها سيء، لكن ليس بإمكاننا تحميل الحكومة جميع المشاكل مثل هروب السجين. إنها هذه مشكلة محلية، هذه أول مرة يهرب فيها سجين خلال السنوات الخمس الماضية. ليست أزمة كبرى، ولكن الناس متعبين ومرهقين من الحكومة الحالية، ومن الواضح أنهم لن تبقى على رأس السلطة ولكن المشكلة هي أنه لا يوجد المال لحل هذه المشاكل، لا يوجد لدينا مالا كافيا. والحقيقة أن الكثير من هذه المشاكل سببها بريكزيت، ولكن ليس بإمكانك تحميل الكونسرفاتيف البريكزيت، لأن الناخبين هم من اختاروا بريكزيت في الاستفتاء. أنا شخصيا أعتقد بأن بريكزيت كان خطأ كبيرا، ولقد قدت حملة ضد بريكزيت، ولكن بريكزيت تم علينا التعايش مع الأمر. وهناك الكثير من التحديات التي نواجهها والتي لا تواجهها الدول الأخرى بسبب بريكزيت. سوف يكون عاما صعبا، ولكنه سوف يكون الأمر صعبا أيضا على حزب العمال، وسوف يكون على حزب العمال مواجهة نفس التحديات، ولكنه لن تكون هناك أموال إضافية على كل حال. نعم، شكرا جزيلا لك سيد مايكل بنيون، صحفي ومحرر الشؤون الخارجية في صحيفة التايمز البريطانية. وشكر موصول لك سيد عمر إسماعيل، وشكرا أيضا لك دكتور نهاد إسماعيل أستاذ العلوم السياسية والاقتصادية، كنتم معنا على شاشة القاهرة الإخبارية.